حكايتنا اليوم في بني خلاد. بني خلاد مدينة في الوطن القبلي محصنة بسمين البرقدان في وحب الزهر. وفي بني خلاد البرقدان يتباع بالجيج ومش بالكيلو. في بني خلاد نتائج التعليم وأعداد المنقطعين عن التعليم سنوياً جعلت إيجاد حلول أهم حاجة لصيانة بني خلاد، وزيد غياب التعليم البديل وفرص التكوين المهني المتواضعة وإمكانيات الأهالي خلقت فراغ محبط للمراهقين، والفراغ يقتل الأمل والأحلام. أصلاً كلمة مراهق وصف يجيب أفكار سلبية غالطة، على خاطر نحكيه على المواطنين متسلفين منهم البلاد قبل ما يتسلموها، وهذا علاش كلنا مسؤولين. في هالقصة مش نسميهم رواد، على خاطر هما الراعي الرسمي والوحيد لمستقبل بلادنا. القصة سميناها رواد من أجل التغيير، Teens for Change. قاموا المعلمين بالإعلان عن المشروع ودعوة الرواد للمشاركة في برنامج Teens for Change اللي بدأ بورش بوتكامبس. فضفتوا فيها الرواد إحباطاتهم المجتمعية، البيئية، الصحية، التعليمية والاقتصادية وحتى التميز الجندري. هذه قصة واحد من صحابنا اللي ملقاش كون يتلهي بيه ولا يعاونه ولا يسبورتيه، وكان عنده برشا مشاكل يعيش فيهم في حياته، وحياته كانت بالنسبه لي تمثل جهنم، وبطل قرايته وما عادش عنده حتى موتيفاسيون باش يعمل اي حاجه، وفات بيه ولات يستهلك في دروغ اللي كي نسمعوا احنا دروغ حاجه اختراع على الاخر في عمر نتاع 15 سيزون، حاجه خايبه على الاخر. نهار 3 افرير قمت على فجعة كبيرة، عم حسن عطار الحومة مات بالكورونا. أما المشكلة مش في هذا، المشكلة اللي هو مات على خاطر ما فماش التجهيزات اللازمة للطب. خديم تاعنا كان اسمه ماي إيزولاي. كما تعرفوا في تونس وإسفو في تونس كان عندنا من التلميذ التونسي من أول ما بدأ مسيرته الدراسية كان البروبليم تاعو اللي هو الكتابة الثقيلة والدبش وكل ميم حتى يوصل كتابته توصل 15 كيلو اللي هي تسمى برشا. اخترنا البروبليم اللي هو التلوث اللي هو اكثر مشكله تواجهنا في بني خلاد، دونك قدمنا حلول. اخترنا اللي باش نعملوا الرسكله، خاطر الرسكله هي حاجه مش موجوده في بني خلاد، دونك قررنا باش ناخذوا المشكله نتاع الرسكله، وهي باش نعملوا حاويه الكترونيه تقوم بالرسكله ذاتيا باش تسهل على المصنع ولا المؤسسه اللي باش تقوم بالرسكله باش تسهل عليها العمليه، وكيكا كيكا ينقص التلوث وتولي البلاد مع المدينه نتاعنا. المشكلة متاعنا اللي اخترناها هي انهم في بني خلاد عندنا برشا مناطق مزيانة برشا ماهيش لاقية الحظ متاعها، ما فما حد يستغل فيها معناتها، دونك قررنا باش نحلوا جرين سنتر، باش نعملوا سنتر دو كامبينغ، نختاروا منطقة نعملوا فيها سنتر دو كامبينغ. اخترنا بروجي هو الانترتينمنت، ومعناتها نحاولوا نحيوا به السكسيزم في تونس. فما برشا سكسيزم، نلقاو اللي ناس معناتها الراجل والمراه ما تلقاهمش كيف معناتها. نحاولوا نحيوا منها شويه، نحاولوا نبدلوا العقليه نتاع تونس. تاو أول تغيير في Teens for Change هو التغيير اللي حسوه وعاشوه الرواد في رواحهم، اكتشفوا قدراتهم الكبيرة
واللي ما فماش نجاح وفشل. فما رحلة ما يلزمش واحد يرخ على روحه فيها، رحلة كلها تضحيات وكل شيء ممكن إذا تخدم بجدية وتدز حدود قدراتك مع الوقت. التغيير الثاني هو ثقافة كاملة متاع مجتمع يرد على أفكار الشباب بطبطبة على الظهر. ثقافة مازال صغير، ما يفهمش، ما يحسش، ما يعرفش، وهالأفكار مش متاعنا. كلنا مسؤولين، مش تراكن تونس الكل نحاولوا فيها المراهقين القوى إيجابية مش تونس غدوة تكون خير.